اليوم مساء سيكون هناك الاجتماع بعد التقييمات الكاملة. كمال كليتشدارولو البعض قال في أوساط الحزب أنه عندما ذهب إلى المكتب وطرق عليه وقال أنا هنا، كانت هذه الرسالة غير موجهة لأردوغان، كان هو يدرك بشكل أو بآخر أنه سيخسر هذه الجولة، لكن هي موجهة بشكل أو بآخر إلى أعضاء حزبه الذين يريدون منه أن يرحل إذا ما خسر هذه الانتخابات. كمال كليتشدارولو اليوم الأعضاء الحزب والقاعدة العامة للحزب بدأت تتداول تغريدة له قديمة عندما جاء للحزب أول مرة كرئيسا، وقال فيها يعني مستحيل قطعا أن أتصلب على كرسي رئاسة الحزب وأبقى فيه للأبد. هذه الأيام أي الأيام قد ولت. إعادة نشر هذه التغريدات وإعادة التحدث حول هذه المواضيع بشكل أو بآخر تعبر أن هناك كتلة غير هينة من القاعدة الشعبية الحزب تريد التغيير. هل سيستجيب كمال كليتشدارولو أم أنه رجل الصعب في هذا الحزب يستطيع أن يبقى برأيك؟ هناك كتلة بالتأكيد تسعى إلى تغييره. هذه الكتلة الآن يعني باتت أكثر قوة مع خسارته أمام يعني منافسه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على الرغم من يعني من على الرغم من ان يعني من انه امتلك تحالفا قويا، يعني امتلك تحالف واسع من احزاب سياسيه مهمه في البلد، لكن مع ذلك لم يحقق هذا النجاح. هذه كلها اشارات استفهام يستطيع ان يوجه هذا الفريق الى رئيس. فبالتاكيد يعني هنالك حديث حول هذا الموضوع، يعني لا استطيع ان ارجح هل سيبقى ام لا، لكن على الاقل استطيع ان اقول انها قضيه جدليه، ومن الممكن ان تكون احدى القضايا الحاسمه يعني في داخل الحزب. لكن على يعني على النقيض من ذلك ايضا يجب ان نعلم ان كمال كليتشدارولو خلال الفتره الماضيه قبل الانتخابات حتى بفتره استطاع ان يعني يحيد عدد كبير من منافسيه او من الاصوات الرافضه له داخل الحزب، فهو استطاع ان يفرض نفسه على الحزب واستطاع ان يثبت نفسه على الحزب وان يعني يجعل الحزب ارضيه خصبه له. لذلك يعني هل بعد تحييد الخصوم بعد هذا العمل كله هل من الممكن بالفعل ان يكون يعني يكون مصيره نقطه جدليه؟ هي يعني ممكن، لكن هنالك يعني هنالك السياسه على الطرف.